أفاد مراسلنا نقلا عن شهود عيان أن مسلحي جماعة الحوثي شنوا هجمات على منطقة السياني بمحافظة إب، واستخدموا الأسلحة الثقيلة في قصفهم للمنطقة. وسيطر مقاتلو المقاومة الشعبية على أجزاء واسعة من المحافظة بدعم من طيران التحالف العربي. وفي مدينة تعز تقدمت المقاومة الشعبية في مواجهة الحوثيين وقوات صالح التي تحتفظ بمواقع استراتيجية على امتداد المرتفعات الشمالية والسهول المطلة على البحر الأحمر.